من التطعيم. امتى يبقى عندنا الحاله صفر في تصور حضرتك؟ انه يبقى احنا كان دايما عندنا توقعات هنوصل لاعلى درجه امتى ونبدا نبعد عنها. امتى في تقدير حضرتك نصل الى العدد صفر؟ ده الاجابه دي تتوقف على هل هذا الفيروس، يعني انا اقول لحضرتك بوضوح كده وتحديد، اتفضل. احنا بنتكلم على الانفلونزا العاديه الموسميه اللي بتيجي كل سنه، واتفقنا ان احنا عارفين انواع الفيروسات اللي بتؤدي اليها، وتاكدنا بالبحوث العلميه والمراجع انها كل سنه ممكن يتغير شكل الفيروس. هل هذا سوف يحدث مع الكورونا او لا؟ لم تثبت لحد دلوقتي. بمعنى، هل الكورونا ده فيروس اللي موجود دلوقتي اللي مسمى كوفيد 19 هيستمر كفيروس مزمن او متوطن في العالم كله بشكل اخر او بصوره اضعف او بيغير مناعته ولا لا؟ وهل احتمال تاني هذا الفيروس سوف يختفي ولا لا؟ وسيادتك، يعني هذه المجموعه من الفيروسات اللي هي فيروسات كورونا معروفه وموجوده ومن ضمن انواع الفيروسات المعروفه التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي. بس احنا احتماليه الاجابه الدقيقه، احتماليه ان التنفس موجود كمرض متوطن بصوره اضعف ومتكرره وتزيد في الشتاء زي الانفلونزا العاديه، احتمال قائم لكن غير مؤكد. هل هتختفي تماما زي ما حضرتك بتتكلم على صفر كورونا؟ برضو هذا الكلام لحد دلوقتي محتاجين متابعه ورصد عشان نقدر نعرف هل هذا هيحدث ولا لا. هل احنا عندنا سيناريو اذا ما قد لا يعني لا قدر الله انه يبقى في موجه تانية من 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 الكورونا، من الفيروس؟ لان ده رئيس الوزراء البريطاني قال احنا بدانا نشوف بوادر ليها، فرنسا قالت الحكايه دي قبل كده. هل احنا عندنا سيناريو محدد ممكن نلجا له في اللحظه دي؟ اول ما بدات مع سيادتك النهارده تحديدا، ايوه، بنتكلم على الحذر والترقب والترصد. حصل كده بالظبط زي ما قلنا من شويه، مظبوط، هو نفس الكلام. هي دي الاجابه على السؤال بتاع حضرتك، هل هناك احتماليه ان يحصل نشاط اخر او موجه اخرى سواء في الفتره القادمه او فتره الشتاء او الخريف؟ هذا يعني احتمال ولكن غير مؤكد. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا عمالين نقول خلي بالنا، نتابع الاسلوب الذي اتبع ونتج عنه قدرنا نسيطر او نتعايش او نتكامل او نحد من خطوره المرض، ارجو ان نستمر فيه سواء كاشخاص او كمجموعات او كدوله او كجهات صحيه مسؤوله او جهات مؤسسيه، مستشفيات ومعامل الى اخره. فاحنا حتى لو اختفى الفيروس او قل جدا، علشان هذه الاحتماليه يجب ان نستمر في كل اللي عملناه من وقايه وتوفير علاج وتوفير اماكن.